طب في دقيقة واحدة أستاذ عبد الله، القوات الأوكرانية تشدد الخناق على القوات الروسية في خيرسون، وكثير من المتابعين يتوقعون انتصار أوكراني جديد في خيرسون، بماذا تعلق؟ لابد أن تكون هذه معركة حاسمة، لأن الأقاليم الأربعة، مش خيرسون وحدها، الأقاليم الأربعة يعني أخذها بوتين جملة ولن يخرج منها إلا جملة، وهي مثل حبات السبحة المتناسقة، إذا سقطت حبة واحدة من عقد بوتين انفرط العقد وسقطت كل الحبات. فبالتالي المعركة هذه بالنسبة للأوكرانيين هي أم المعارك، إذا حرروها سيحرر باقي الأقاليم الثلاثة.